مسرح السهام، المسرح اللي بتشتغل فيه فرقة المسرح الحديث، الفرقة الكبيرة العريقة اللي ليها تاريخ كبير وليها ريبورتوار هايل، واللي بنتمنى ان احنا نستعيد يعني امجادها ووجودها في الحقبة اللي جاية. احنا موجودين في المسرح وهو في المراحل الاخيرة في التجديد والتطوير، وان شاء الله يعني يتم تجهيزه على اعلى مستوى ويبقى دار عرض جديدة مضافة لدور العرض اللي موجودة في مصر. النهاردة وجودي في هذا المؤتمر يعني مسبب لي نوع من السعادة الحقيقية. هذه السعادة ناتجة لأنه إحساسي وأنا قاعد حالياً إن إحنا بنستعيد المسرح. بنستعيد المسرح على أكثر من مستوى. إحنا بنستعيد كاتب كبير جداً من أهم كتاب المسرح العربي، الكاتب الراحل محمود دياب. بنقدمه لأجيال جديدة، ونقدمه في مناخ جديد وفي واقع جديد، وبنوصل ما بين مرحلة الريادة الرائعة والجميلة والازدهار اللي شهدناه في ستينيات القرن الماضي، مع استعادة هذا الكاتب الكبير بنستعيد أيضا وهو الأستاذ فهمي الخولي. ونستعيد نجم محبوب، النجم الكبير الأستاذ يوسف شعبان. الحقيقة أنه الثلاث ركائز دول إن شاء الله يشكلوا لنا عناصر للجذب، عناصر للنجاح، عناصر للقوة، وهم يعني معانا باقة كبيرة جدا من الفنانين الكبار. الأستاذ محمد رياض النجم الكبير، والفنان المتألق سامي مغاوري، المطربة الجميلة اللي احنا بنستمتع بيها في الأوبرا وفي بغنائها وبصوتها الجميل الرائع رحاب مطاوع، والفنانة نبيل رفعت، والفنان خالد المجدي، يعني كثيرين جدا. معلش اعذروني عشان انا مش عارف بالظبط الكاست كاملا، يمكن يقدر الاستاذ فهمي او اي حد يعني يقوله بشكل كامل، لكن اللي انا عاوز اقوله يعني هي فكره الاستعاده. احنا بنسترد، احنا خارجين من مهرجان القومي للمسرح. حضراتكم كلكم تابعتوه وشفتوا انه اهم ما ميزه هو اقبال جماهيري كبير جدا. احنا متفائلين بهذا الاقبال، وبنقول ان مثل هذه العروض الكبيره زي باب الفتوح بهذه القامات الفنيه الكبيره ان شاء الله تحافظ لنا على هذا الجمهور، ونكون عند حسن ظن. احنا بنسترد المسرح، بنسترد جمهورنا الحبيب، بنسترد مصر وهويتنا الثقافيه، واحنا كعشاق للمسرح هنبذل كل جهد وكل طاقه مطلوبه مننا عشان يرجع المسرح لازدهاره، والاحساس العام اللي الواحد شايفه انه ان شاء الله المسرح سيعود بقوه. وشكرا. شبه متطوعين، لان انا سقف الامور عندي
لا أجل لبيس بالنسبة للأستاذ يوسف شعبان مثلا، لما الأستاذ يوسف جاي أستاذ محمد رياض وأستاذ سامولاوي نجوم الكبار جايين عشان هم بيحبوا المسرح وبيحبوا الشعب المصري وبيحبوا مصر. فكل النجوم الموجودين معانا واللي جايين في العروض اللي جاية إن شاء الله جايين حبا في البلد وحبا في الشعب اللي هم عملوه نجوميته إن شاء الله بإذن الله. عشان نفتح المسرح الحديث ما كانش ممكن نفتح بكاست أقل من الموجودين وبمخرج أقل من أستاذي وأستاذنا الأستاذ سهل الفولي وكاتب كبير زي محمود دياب ونص كبير. إن شاء الله بإذن الله دي خطوة على الطريق لاستعادة الجمهور تاني للمسرح، الجمهور اللي احنا طفشناه بإيدينا. لازم نصلح رفضتنا ولازم نرجع زي ما وعدنا، لازم المسارح تتملي ناس تاني، لازم نروح لل 27 محافظة. دي رسالة ودي قضية إن شاء الله بالنجوم اللي معانا هنروح للشعب المصري في كل مكان في مصر لأن ده حقه علينا. برغم إمكانياتنا القليلة إحنا مصرين إن إحنا نوصل لكل العقول، لأن أنا أتمنى العقول اللي وصل الشارع المصري الفترة اللي فاتت للي إحنا فيه هو إهمال هذه العقول على مدار حكومات متعاقبة وهم مش يعني مش فاهمين خطورة العقول. هم بيهتموا بالبطولة أكتر وده حقهم طبعا، إنما حقنا إحنا كمسرحيين وكفنانين إن إحنا نقاتل عشان نوصل لكل دجع وكل كفر وكل محافظة ونعمل خلايا مسرحية في كل المحافظات، لأن لا يضاهي الفكر إلا فكر زيه. بإذن الله أنا متفائل جدا، دي البداية إن شاء الله اللي جاي هيبقى على نفس المستوى وأحسن. وأنا تملي بقول محدش هيرجع المسرح لوحده، إحنا كلنا كمسرحيين وأنتم كإعلاميين القضية كلنا شايلين الليلة، ما إحنا كلنا هنبقى أدينا في الدين بعض عشان نرجع المسرح. ما أسهل إن حضراتكم تبصوا في المسرح دلوقتي اللي اتجدد وتطلعوا عيونكم، ما أسهل النقد، ما أسهل إن إحنا ننقد، إنما الحلاوة إن أنا أصلع عيني من العيوب اللي أنا شايفها. إحنا شايفين في عيوب، بالتأكيد في عيوب، بالتأكيد في عيوب في كل مكان، بالتأكيد عندي في البيت الفني في مشاكل كتير جدا أنا شايفها. أنا مش مستني حضرتك تقول لي في مشاكل، أنا مستني حضرتك تقول لي اقتراح لحل إحدى هذه المشاكل. وإحنا الفكر إن شاء الله لازم كلنا نساعد بعض في كيفية. وإحنا جالنا الحمد لله دكتور جابر عصفور، أنا بسميه الوزير الهجان، الوزير اللي هو قراراته سريعة، اللي هو عارف إنه جاي في مهمة سريعة لازم يحققها، فمدينا باور إن إحنا هجانين زيه الصح بنقول صح. وفي النهاية برضو أنا عايز أقول إن أنا في الأول والآخر ممثل ماليش علاقة بالإدارة، أنا جاي زي فترة النقابة. أستاذ يوسف شعبان عارف كنت روحت فترة تطوعية، فأنا بعتبر وجودي في البيت الفني المسرح وجود مؤقت لفترة تطوعية مؤقتة لشوية أفكار في دماغي عايز أعملهم بسرعة وأرجع، لأن أنا في الأول والآخر أنا ممثل وماليش في أي حاجة غير التمثيل ولا أعشق أي شيء إلا التمثيل. إنما بما إن في شوية أفكار ممكن نعملهم لبلدنا ونعملهم لمسرحنا فأنا موجود بجاهد وبكافح. أنا جالي الضغط، أنا طول عمري ضغط واطي عدى سنة فجالي ضغط لأول مرة، فعايز أخلص الورقة بسرعة قبل بقية الباقة، مش عايز السكر ومش عايز الشلل الرعاش، فساعدونا إن إحنا نخلص بسرعة إن شاء الله ونرجع الناس المسرح ومسألة تتملي ونرجع المسرح. وأقول لكم شكرا، سلام عليكم، يا رب الفترة ما تطولش وكل سنة وأنتم طيبين. المدير العام للمسرح الحديث الذي تولى إدارة المسرح 11 عام والذي كان أحد ركائز المسرح وقواته الضاربة لينال مكانة متميزة في المسرح المصري، المخرج الكبير الأستاذ الفنان سهل الفولي. ولما يقول الأستاذ سهل الفولي يبقى رهائن،
يبقى سلمي، يبقى الوزير العاشر، يبقى الكل ايه؟ يبقى الاستاذ علي الكل. فده الكولي يبقى ليه مش العروض المسرحيه اللي ذكرها الاستاذ ياسر، لكن بيكم انتم حقيقي عن طريق الاعلام. مفيش اي عمل في مصر سواء كان عملا فنيا ام اقتصاديا ام سياحيا ام سياسيا الا وكان الإعلام هو المساند وهو دائما الدافع والحائط الذي نستند عليه جميعا. أنا مش عايز أتكلم عن نفسي، لكن بطرق لحضراتكم الأسئلة. أستاذ عادل اللي هنا ولا مش؟ عادل حسان. أنا آسف جدا وآسفين على التأخير، لأن يعني زملائكم في الفضائيات ما صدقوا شافوا الأساتذة الكبار والنجوم، وإحنا ما نقدرش للأسف نقول لهم لأ. وبعدين دخلنا ما جوش، هم اكتفوا باللقاءات والله. كل دي الخدمات. ماشي. اسمحوا لي ان انا اقدم لكم نجم الوطن العربي الكبير الاستاذ النجم نجم النجوم الاستاذ يوسف شعبان. سعادة مساء الخير الاول. سعادة السؤال ده كتير، يعني انت ليه بعد السنين دي كلها يعني مسافة بتاعت حوالي 18 سنة تقريبا كنت عملت على المسرح القومي دماء على إصدار الكعبة أمام سيد المسرح المصري سيد سميحة الجنوب، كان إخراج أستاذ طالع وتأليف شعر الأستاذ الفنان الكبير أوي فاروق عبيدة. كان أستاذنا إبراهيم الشامي اتعلمنا منه كتير قوي كممثل حقيقي موجود، وكان وقتها كلام كتير قوي في الجرايد وفي وسائل الإعلام عن بيميل إلى مهاجمة الفن، يعني اتقال كتير قوي إن الفن حرام وإن المفروض الفن ده يعني بيأثر على الإنسان وبيخليه يبقى أقرب للانحراف، ويعني كلام كتير قوي كان بيتهم بيه الفن. وبعدين في أول عرض في أول يوم على خشبة المسرح بعد وفي حوالي 5 دقايق كده على خشبة مصر القومي عناية غصب عني طبعا بصت للصلاة فلقيت الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه قاعد في أول صف في نفس الوقت اللي كان هذا الهجوم المرعب على العملية الفنية في مصر. فلما دخلت برضه في المشهد الفنانة الكبيرة سميحة أيوب قلت لها صوت خافت طبعا مش ده أستاذنا الشيخ متولي، قالت لها أيوه هو. المهم اتقفلت الستارة بتاع نهاية المسرحية ما استنيناش لما تتفتح، احنا شدينا الستارة ونزلنا على طول لأنه كان معمول سلمتين كده وقابلنا اتفاجئنا بأنه الشيخ متولي أول ما شفناه بيدعي بيقول ربنا يديك الصحة يا يوسف، ربنا يديك الصحة يا مدام سميحة، ربنا أصبنا بحالة ذهول يعني
انا نازل اسمع منه اللي بيكمل بقى الحمله اللي في الاعلام اللي ضد الفن وكده. فاتفاجئت بيه الراجل عمال يدعي لنا فتوعم شيخ يعني طبعا شرف كبير جدا انك تشرفنا في ليله الافتتاح وكده. يعني عايز اعرف اللي بيتقال ده ايه مال، وحضرتك دلوقتي بتتكلم عن الفن بشكل جميل. قال لي شوف يا استاذ يوسف، اما بيجيني انسان او انسانه مش واثق من اللي بيعمله، مادام جاني وسالني يبقى مش واثق، يبقى ما هوش فاهم يعني ايه فن. اقول له ايه؟ اقول له استمر في الفن وهو مش واثق ومش موهوب، يعني قبليكم مين؟ اقول له ده بطل فن لانه الفن حرام، عشان اجنبكم واحد ما هوش موهوب او ما هياش موهوبه هتعمل مشاكل او هيعمل مشاكل سودة هتتوصموا انتم. يعني شوف المنطق الراجل العظيم. يعني افتكرته دلوقتي، هو كان المفروض افتكره من الافتتاح انما افتكرته مسبقا رحمه الله عليه. ربنا يغفر له ويديله على قد كل الرجال الصالحين المسلمين الصالحين اللي فعلا فاهمين يعني ايه دين ويعني ايه اسلام، وبعدنا كتير جدا عن طيارات الحمد لله دلوقتي احنا شفناها بوضوح. ايه بقى اللي رجعني المسرح تاني؟ سيد رئيس الجمهورية، الرجل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته نجدة لمصر، نجدة. وإذا كان زماننا في هو سحيقة جدا مش عارفين نرسم رجلينا. الرجل ده طالبنا، طالب كل إنسان مصري ربنا مديله كفاءة في مجال معين إنه يساهم بإخلاص في سبيل بناء مصر الحديثة. مصر فعلا محتاجة مننا كلنا إعادة بناء، لأنه اللي حصل لها انهيار اقتصادي، انهيار سياسي، انهيار أخلاقي، كل ده عايز إعادة بناء. وده أنا شايف إنه هيتأتى لينا كفنانين وككتاب وكمخرجين ومؤلفين مزيكا على خشبة المسرح، لأن احنا اتعودنا وتعلمنا ان المسرح مدرسة. احنا محتاجين فعلا هذه المدرسة تصحى من اول وجديد. يعني نبتعد شوية عن الكاميرا اللي هي بتعمل دراما مسلسلات او افلام او كده، ونركز على خشبة المسرح، لان احنا كشعب فعلا محتاجين. فانا لقيت في هذه المسرحية بغيتي، لقيت ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى فتح في هذه المسرحية اسئلة كتير جدا كلنا كشعب محتاجين اجابة عليها. فترة ايه اللي اختلط علينا الامر بين المسلم الصادق اللي بيعرف ربنا وبين النصاب اللي بيدعي ان هو مسلم؟ احنا محتاجين نعرف الفروق دي، محتاجين نعرف اجابات على اسئله كتير جدا تنصب في هذه الناحيه. المسرحيه بتتعرض لموقف حصل من سنين طويله، وهو ان الصليبيين هزموا العرب، حرقوا مسجد الاقصى بما فيه من مصلين. كانت
الدماء انهار من قتل الانسان العربي، شهداء الانسان العربي. مرت السنين واستجمعنا نفسنا، وصلاح الدين الايوبي وحد الجيش العربي ونجحنا في ان احنا نهزم الصليبيين. فعلا الفترة اللي قبل كده لما الشيوعية كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي، كل العالم الأوروبي، كل حكام العالم الأوروبي قالوا الحمد لله سقطت الشيوعية، يبقى فاضل الإسلام. شوف المؤشر، شوف المعنى، يبقى فاضل الإسلام. الله، يعني الناس دي عايشة طول السنين دي كلها وبيتعاملوا معانا وبيشوفونا على ان احنا اعداء ليهم. يبقى ده بقى دي الاجابة على كل اللي حصل لنا دلوقتي. يبقى الناس دي كانت عمالة بتكتك لنا وبتخطط لنا عشان الايام السوداء اللي احنا اتحطينا فيها دي. كل الشعوب العربية كلنا بلا استثناء اتحطينا فيها. المسرحية دي فيها إجابة على كل الأسئلة دي، عشان على الأقل نصحى ونبقاش نايمين، نفوق ايه اللي بيوضبهن، مين بالظبط أعدائنا دول، نجحوا في انهم يعملوا المسلم عدو للمسلم عشان يقضي عليه. الاول بيكفره عشان يقضي عليه. شوف نجحوا في ايه، شوف الحقد اللي كان جواهم ايه من ناحيه ده. فانا مبسوط باني هساهم من خلال شغلي في المسرحيه دي بان انا ابين للشعب المصري ايه الاسباب اللي وصلتنا لحد وإيه اللي المفروض واجب علينا بعد كده إن إحنا نتحصن بيه قدام محدش عارف هيطلع لنا أعداء منين، بدل عمليات التواكل والنوم اللي إحنا كنا نايمين في العسل. أنا سعيد جدا بإني قلت الكلام الكتير ده، بس أرجو إن أنا أكون قدرت أوضح المسرحية دي إن إحنا مقدمين على عملها وسطكم وليكم. بتتمتع بمزايا شكلها الحقيقه. ارجو من زملائي كلهم فنانين وكتاب ومخرجين انهم برضو يساهموا نفس المساهمه في المسرح بمسرحيات اخرى توضح لينا كشعب ايه الحكايه. وشكرا. دي الأستاذ سامي مغاوي. لا 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 أنا أتكلم بالنيابة عن الأستاذ سامي. اتفضل. مساء الخير. أولاً بشكركم جداً على إن أنتم لبيتوا الدعوة لحضور مؤتمر لمسرحية باب الفتوح. تأليف طبعا محمود دياب واخراج الاستاذ هاني الخولي. انا شايف انه ان انا بشكل عام عندي حاله من التفاؤل الشديد للمسرح المصري كله، مش لعرض باب الفتوح بس اللي انا بتشرف ان انا بنتمي اليه، لكن متفائل الفتره اللي جايه ان شاء الله ان المسرح المصري هيعود تاني بقوه، يرتبط اكتر بالناس، يرتبط اكتر بقضاياهم وطموحاتهم واحلامهم. التفاؤل ده جاي لي منين؟ جاي لي بان المسؤولين الان عن المسرح هم مسرحيين. استاذ نصر عبد المنعم
راجل مسرحي، انا طول عمري بشوف في المسرح كمخرج وكممثل. استاذ فتوح احمد طبعا وممثل، سيظل ممثل ان شاء الله. الاداره يعني مش هتاخده كتير مننا. استاذ ياسر صادق، استاذ ياسر صادق، كل المجموعه المسؤوله الان عن المسرح هي من ابناء هذا المسرح ومحبين جدا جدا للمسرح. احنا كذلك محبين للمسرح. يمكن استاذ فتوح اتكلم ان احنا جايين يعني متطوعين او متفضلين لان احنا بنعمل حاجه للمسرح وان ده واجبنا. لا، احنا بنحب المسرح، بنحب المسرح جدا وبنفضله يمكن على حاجات تانية كتير، لان احنا متربيين في المسرح. انا ابتديت في المسرح المدرسي، المدرسة زمان كانت عندنا فيها مسرح، مثلت اول ما مثلت في المسرح المدرسي، وبعدين فرق الهواء، وبعدين مسرح الجامعة، وبعدين معهد العالي للفنون المسرحية. فارتباطنا بالمسرح ارتباط وسيط جدا. اتمنى ان المسرح يعني يصل لكل مكان في مصر، وده الحقيقه كان حلم من احلامي يعني بشكل شخصي، لدرجه ان انا في العرض اللي فات اللي كنت بعمله برضو على المسرح الحديث هنا، مسرحيه حباك عوضين تامر، كان عندي جوله كده شويه في المحافظات مع المحافظين كلهم. يعني انا قابلت يمكن اكتر من 10 محافظين على اساس ان احنا نعمل، كان نفسي ان احنا المسرحيات تلف في المحافظات كلها. فكنت طبعا بتصادم، يعني بصطدم اولا بالفكر، انه كل واحد لما يجي اقول له على الفكره فيقول لي العيد القومي للمحافظه، لغايه ما كرهت كلمه العيد القومي للمحافظه. احد المحافظين قال لي حلوه جدا وتعالى نعرض في العيد القومي للمحافظه. قلت له مش هعرض في العيد القومي للمحافظه. انا متفائل فعلا الفتره اللي جايه ان ده ان شاء الله الاستاذ فتوح مؤمن بده جدا، ومؤمن بان المسرح هي رساله وخط الدفاع الاول الفتره اللي جايه لمواجهه اي فكر متطرف. المسرح هو اللي ممكن يقدر يعمل ده. انا مؤمن ان ان شاء الله الفتره اللي جايه فتره ان شاء الله هتبقى فتره نشطة جدا في المسرح، واتمنى ان المسرح المصري يعود على ايد ابنائه المحبين والمخلصين للمسرح، والمسرح المصري فعلا يستاهل ان احنا كلنا نتكاتف حواليه. انا بشرف جدا ان انا احد المنتمين لعرض باب الفتوح. طبعا سعيد جدا جدا جدا، انا بشتغل مع النجم الكبير جدا استاذ يوسف شعبان، مع مخرج من اهم مخرجي المسرح المصري والعربي الاستاذ سامي الخولي، وطبعا لكاتب كبير استاذ محمود دياب، ومع النخبه الرائعه اللي انا بشتغل معاهم، طبعا صديقي وممثلي المفضل الحقيقه الاستاذ سامي مغاوري، من اكثر الناس اللي انا ببقى مبسوط، بيعمل لي حاله انبساط وبهجه كده وانا بتفرج عليه. فما بالك بقى يعني الحمد لله ان انا ببقى معاه على المسرح، فان شاء الله حاله الانبساط دي تبقى جوايا وجواه وللساده الجماهير. وبشكركم جدا واسف على الاطاله. يلا يا استاذ جورج، لازم استاذ جورج. مساء الخير عليكم. مش هتكلم كتير لأننا بينتابني الحياء والخجل حينما أجلس على منصة الكلام. كلما أنا يمكن بجح على المسرح، لكن لما بقعد أتكلم كده زي الأساتذة بينتابني حالا بالخجل. أنا مش حريف جديد على اللي الأساتذة الكبار قالوه، لكن أنا لا أخفي سعادتي إن أنا موجود في باب الفتوح. هذا العمل المأمول فيه خير انه يكون رأس الحربة لمقاومة الجهل المسرحي وبداية الغزو الثقافي المصري الحقيقي، بداية التلاقي مع جماهير مصر في كل مكان في مصر. ونبني تجربة عشناها في السبعينات وكنا بنطلع قوافل فنية وصلت بنا الى الجبهة، جبهة القتال، وكنا بنقدم عروضنا المسرحية للجنود على جبهة القتال قبل معركة 73 وبعد 73.
لكن أنا هقول أحد الأسباب الأساسية اللي خلتني أشعر بالسعادة لما تم اختيار ابن الأستاذ فهم الخولي للعمل في مسرحية باب مفتوح. هذا العمل مش غريب عليا لأن أنا اشتغلت في الجامعة في سنة 74-75 للكلية وقدمناها للمنتخب وكانت من إخراج الأستاذ فهم الخولي، وكنت بلعب وقتها شخصية أسامة اللي بيلعبها دلوقتي الفنان محمد رياض، يعني عايزه ما يطمنش ليا قوي، يعني أنا حافظ الدورين، الدور اللي أنا بعمله ودوره، فمش عايزه بقول عليك كده مش عايزه يفقع. أنا بقول لك بصراحة ما يكرهك إلا بنكارك، مش عايزه يفرح ويطمنه. واحنا بنعمل المسرحيه في سنه 75 ابطال المسرحيه الحقيقيين هم خمسه من الشباب المعاصرين وان شاء الله تتشرفوا بيهم وتتعرفوا عليهم او سبعه، وكان بيلعب وقتها ادوار الشباب المعاصر الفنان احمد عبد العزيز والفنان محمود حميده والمخرج الكبير عصام السيد والمخرج الكبير محسن حلمي وكوكبة، كلهم بقوا فنانين كبار. فكان حلمنا واحنا صغيرين وقتها اننا نروح المسرح القومي. استاذ مرتضى منصور. مرتضى. بلاش مرتضى. انا لحد دلوقتي ما طلعش السي دي بتاعي. فخلوها تعدي على خير. فكنا والمستشار حمدي ياسين والمستشار صبر عمار. فكنا كلنا شباب وكان عندنا احلام وكنا بنروح المسرح القومي نتفرج على الاساتذه الكبار وكنا نتمنى اننا نقف جنبهم نشيل حربه ونشيل بوق وكده. الحلم ده اتحقق مع الايام، وفي يوم من الايام قالت السيده سناء فتح الله رحمه الله عليها، كانت كاتبه كبيره في صباح الخير في اخبار اليوم، قالت تذكروا هذه الاسماء، وذكرتني بالاسم انا والفنان احمد عبد العزيز مصر. لما كبرنا وجري بينا الزمن فتمنيت ان زي ما ناس كبيره بمقتبل حياتي وقفت جنبي وخدت بايدي، تمنيت ان انا يجي عليها اللحظه ان انا كمان ارد الجميل للاجيال اللي جايه، جيل الشباب اللي انا شايف ان هو جيل مرعب وقادر ومثقف وفنان ومليان حماس وطنيه. فانا احد اسباب حماسي الشديد جدا ليس فقط ان انا اقف بجوار الاستاذ يوسف شعبان احد اساتذتي ومعلمي الكبار والاستاذ فهم الخولي المخرج العظيم والاستاذ محمد رياض حبيب قلبي، ان انا اقف جنب هؤلاء الشباب الصغيرين وابقى بحاول ان انا بمجهود بسيط ارد الجميل ليهم ان شاء الله، بس برضه ما يطمنوش ليا. شكرا. سريعا تقف جنبيهم انت تقضي عليهم. عايز اقول ان معانا الموسيقار الكبير الاستاذ منير الحسيني. وحقيقي انا منير من بلديات وجبته سنة 74 من اسكندرية او من دمنهور يقدم لأول مرة نفسه في مسرحية شكسبير في العتبة، ومنها انطلق منير الوسيمي لغاية لما بقى الموسيقار الكبير منير الوسيمي. قدمت مع منير شكسبير في العتبة، الوزير العاشق، أيضا أهل الهوى،
واخيرا لن تسقط القدس اللي لفينا بيها بكل النصوص دي حوالي 8 بلدان عربيه واجنبيه ومهرجانات بدعوه من هذه المهرجانات ومن هذه الدول وليس من خلال العلاقات الثقافيه الخارجيه او من خلال مصر. معانا ايضا الاستاذ طارق رشوان، يعني هو والاستاذه غاده رشوان هما اللي مشكورين هيصنعوا لنا او بيصنعوا حاليا ديكورات المسرحيه اللي هتتم من خلال ماده الفايبر بلاس، ماده نصف شفافه متينه لكن بتشكل نجفه نازله من سقف المسرح، نجفه كبيره ضخمه ثمانيه الاضلاع، بتنزل النجفه دي بتتفكك بيصبح كل ضلع منها بيشكلوا المشهد اللي بتدور من خلاله الاحداث. حاليا الديكور بيتصنع وهنستلمه ان شاء الله يوم السبت القادم. احنا جاهزين بالعرض رئاسه البيت الفني للمسرح ورئاسه قطاع الانتاج الاستاذ ناصر عبد المنعم والبيت الفني للمسرح الاستاذ فتوح احمد والمسرح الحديث بقياده الفنان القدير الزميل الصديق ياسر صادق، وطبعا كلهم اصدقائي اللي انا ذكرتهم قبل كده. المهم ان معانا ايضا نجم بكره في الديكور، مهندس ديكور صعيدي من ابو تيك، بنقدمه لاول مره هنا في القاهره. يعني بعدكم وهتشوفوا فنان جاي من اقاصي الصعيد لكنه مبدع، مبدع رهيب عظيم وبلا اي مطالبة ولا أي شروط ولا أي مطالب مادية، جاي كل اللي يهمه إنه يقدم شيء للمسرح المصري.